تلقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية مذكرات بالرأي الحكومي وآراء الخبراء الدستوريين بشأن الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء من قبل النائب شعيب المويزري، والذي وجهت له الدعوة للقائها يوم الاثنين المقبل، رافضة بالوقت ذاته طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب صالح عاشور. اللجنة في موضوعين، الموضوع الأول هو مدى دستورية الاستجواب المقدم من السيد النائب الفاضل شعيب المويزري إلى سمو رئيس الوزراء، ودعت اللجنة اليوم مجموعة من الأخوة لاستماع آرائهم، منهم السيد وزير العدل وزير الأوقاف الدكتور فهد العفاسي، وأيضا حضر وزير الدولة شؤون مجلس الوزراء مجلس الأمة المهندس عادل الخرافي، وحضر رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، وكان هناك ثلاثة أيضا من القانونيين والدستوريين. سيد معالي وزير العدل قدم، والأخوة المستشارين. وستقوم اللجنة في يوم الاثنين القادم بالاجتماع أيضا في موعدها المحدد للاستماع إلى رأي الفاضل النائب مقدم الاستجواب شعيب المويزري في يوم الاثنين القادم. هذا فيما يخص هذا الأمر. أما الأمر الآخر فهو نظرت أيضا اللجنة في القضية المرفوعة مذكرة بالرأي القانوني عن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور، و قررت اللجنة بعد التصويت بعد الاستماع لرأي المكتب الفني بعدم رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور.